إننا بالخامس والعشرين من جويليا 2019. عادت المياه إلى هذه الحنفيات لتملأ حديقة الألعاب المائية الوحيدة في زيرالدا وغرب العاصمة بأكمله. كانت موصدة الأبواب منذ 2004 بعد أن اشتغلت 4 سنوات متتالية. سبح هنا آلاف الأطفال. الحديقة المائية تقع ضمن أول مشروع سياحي خاص بالجزائر تم إطلاقه وسط التسعينيات، لكنه لم يرى النور بأكمله. يتربع المشروع على مساحة قدرها 10 هكتارات، يتكون من قاعات للعرض الفني وفضاءات عرض لمختلف الصناعات التقليدية والحرفية، فندق من 5 نجوم للعلاج بمياه البحر، وحديقة للألعاب المائية، ومطاعم، و70 إقامة بتصميم إسباني فاخر، بالإضافة إلى 212 شقة. كل هذه الأجزاء التي تطل على شاطئ ذهبي تؤهله بأن يكون مركبا سياحيا كما في الأحلام. فيه حديقة الألعاب المائية، أكوا بارك، أول أكوا بارك في التسعينات، ما أنا ومشي حتى واحد، أوتيل تلاصو 5 إطوال، تلاصو ثيرابي، عندي دي بنجالو، ناس مثلا دي سيف تاعها، دي زابارتمون، سونت كوميرسيال، سال دو سبيتاكل، إي سال دي فيت. لكنه اليوم يغرق في الخراب منذ ما يربو عن 3 عقود من الزمن، برغم أن العديد من المركبات السياحية نبتت من حوله كالفطريات دون مشاكل. ولات ملكية بريفي، تعرفش ملكية بريفي؟ سفيان جلالي زعيم جيل جديد يتخذ من زيرالدا مقرا عاما لحزبه الصاعد سياسيا، كان شاهدا على بدايات المشروع. شفت هذا المشروع عندما خرج من الأرض وبدأ يعني يكون على أرض الواقع. يا للأسف بعد ما شفنا حقق الإنجاز تاعه، كان نسبة كبيرة منه، بدأت العراقيل وكسرت هذاك المشروع. كان المشروع لعدة سنوات محل أطماع بعض النافذين من رجالات بوتفليقة، ووصل طمعهم إلى درجة الزج بصاحب المشروع في السجن، فبقي ابنه الصغير شاهدا على حقبة سوداء وعمره لا يتجاوز 22 سنة. كان لاكسون كي تدخل للحبس كي تداوى البومي جور، باسكو انا قتلت الدار لاكسون تاع الدار، كي تشوف لا رياكسيون تاعها موي يتغاشى لي يطيح لي الدار كذا، ولا دوزيام كي كان في الحبس بليده وداو لو بوش، ما بايش كيفاش تعدو، كل واحد يحكي لك اون فيرسيون، هو في الحبس ما عندكش لافورماسيون تسقسي ما يقولولكش، هذوك لي دوزاسيون اللي صعيبه، باسكو نهار طلعت ليها انا هذاك لو جو ديتلو لافوكا، ما لقيناش في الحبس، حنا على لوبيتال، في لوبيتال شتو، دونك لاكسون هذيك كي تشوفها توجعك ثاني، تقعد لك في مخك هذيك. لم يكن مشروع تيرا السياحي محل عرقلة إدارية عبثية، فموقعه الاستراتيجي كان امتيازا نادرا لرجال الأعمال آنذاك، لهذا كان المشروع محط أعين رجل نافذ جدا في هرم السلطة. كانوا يجوا يدومونديو له الدراهم، يدومونديو له الضيوف، يدومونديو له يدخلوا معاه نص بالنص، ولا عندهم شي يقول له، وما يجوش هما يبعثوا لك ناس، بغاو يصوفوا نشفى على النار دخل، قبل ما يدخل بيامات واحد تاع العصابة كان يجي لهنا بطونوبيلته، جا دو فوا هضر مع عمي. كاين بزاف ناس اللي يقولوا جا سعيد بوتفليقة هنا. جا 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 قبل ما يدخل، ما باب واحد كان اموا قبل ما يدخل بالاودي كحلة تاعه، وكان يجي في الليل مع المغرب وحده قبل المغرب هذاك مي بدا طلع من الدار. لم يكن احد يومها يدري ما هي الخلفية التي تجعل شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتنقل شخصيا في نهاية النهار ليعاين المشروع السياحي المعطل من كل جهة، لكن سرعان ما تبددت الشكوك عند عائلة صالح تيرا واكتشفت حجم المصيبة بعد التردد المريب للسعيد بوتفليقة على المركب السياحي.
كضام يا عمي، انا عمي كيهضر معاه وما يقولكش جيت ندي ولا جيت نحوس، يجي يسقسيك واش راكم صاباك، اش ما خصكم راني هنا منا منا منا. عمي كيهضر معاه قالوا سار، قالوا خليني انا دوك نعاود نولي ليكم ونشوف انا ندبر راسي. ومن بعد ما زاد جبان موراها ما با امو جاوا بدو باب بدو منا من البيرو ديالو. الشاهد الوحيد على مضمون الحوار مع السعيد بوتفليقة رفض الحديث معنا بأي شكل من الأشكال. وبعد قضائه 5 سنوات في السجن من 10 حكم عليه بها، يحاول صالح ترى إحياء مشروع أحلامه الذي أشعل رأسه شيبا. ما تحبس والو يا نجي، أنا حبسين شرطي حبس. هيت السيدة المحترمة اللي حكم الملف قال أدرسيه وجاوبني صافي سيموا حطيت الملف مازال ما جاوبونيش. والمشروع تاعي كما تعلم عندي مشروع اللي فيه بيسينات فيه منا يخدم في الصيف، وعدوني بيعطوهولي قبل 1 جويلي يعني جوان أو مينيموم يعني مارسيموم جوان. أنا في جويل يومين هذا بدون جواب. يحاول صالح هذا الصباح داخل المركب إحصاء البيوت التي يشغلها بعض زبائنه ممن يستولوا على مساحات إضافية بطرق غير شرعية. هو يحبس هنا على المثال هذا الباساج ده من هذه دابنا ده، وشوف سيرتيو هذا بلوكي كونفورميتي يجوا هذا مشي كونفورم سير ريزيرف. شوف ما عندها حتى علاقة، لا دور ما كله بك البني هذا كيفاش بناه لماذا بناه. أنا قلت له هذا على جالي ما عنديش كونفورميتي يبلوكي المشروع تاعي. ما كاينش مشكل. شوف كيف بدا بي صفه دا وعلاش انا في الحبس هو دا منا ليه الحبس علاش انت راك باساج انت قلت صحاب روح واحد ما يحقد لك ما يحقد ما يحقد امبوسيبل. هذه غير المفيد المفيد واحد ما بنا زياده اكستونسيون بغيت نتوما خلاص ما كاينش مشكل يبقى بني ان شاء الله ويتفاهمك ان شاء الله فيها خير. انا جو بونس با كيف لا لا بنا كنت في الحبس هو بنا هذا بصح حتى واحد وليدي وعفصو وليدي ما شاوني بالقوه مش قوة حاشا ودي لله علاه مش قوة هذه حد هذه مش قوة هذه حد. وبعض ممن حولوا محلات الطوابق الأرضية إلى سكنات أيضا. غيبتي أنا في الغياب تاعي هذو اللي عندي لوكو مغلوقين فيرمي جيت لقيت محلولين دي لوكو ما با زوز بيتاس ممنوع سي تاغي شوسي سي دي لوكو معناتها في البلان انيسيال ما فيهش دي لوكو دي لوكو دي لوكو هذو اللي حفظهم هذو اللي شوف هاهم دخلوا بالقوة ام زي انت خيوطهم دايما نفس الشكل. هاي هذه بعتها هذه اختها بعتها بعتها وحده باعوها وتراها الواحد هذا الصفه تاعي واللوي تبعت تراها بعت واحده 4 ميتاج ودوسي عند لاجوندرمي وهذا على لوي لي لوكو داتهم لي زالوي. تاوات 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 نساه نساه يا بيرسون ماشي تاو ماشي تاو ماشي تاو هاك الفتاح تي جاتو خلي تي جاتو الاشياء ماشي تيش او زيد هذو معنا تعطيه له المفتاح هو جاتي هو بليش خليك انا شي عطيه له كره تعطيه له باش قشونا دخل ولا الجزائر ما يقدرش بالعدد تخرجهم بالقوه. تم تشويه المشروع بشكل كبير في غياب صاحبه المسجون ما بين 2013 و 2018.
احنا صحفيين وبغينا رانا جينا باش نهضروا على البروجي هذا. راه عندها اوبيراسيون، عندها رونديفو. هي ما نهتموا بها. نعرفوا بالضبط السيتياسيون تاعكم هنايا كيفاش حضر. انا طاكسي. هي ماشي انت هي. مدام الله يخليك. هي مريضة راني نقول لك عندها كونترول، عندها دير اوبيراسيون، ديجا راني روطار. رفضت هذه العائلة التي تحتل محلا في الطابق الارضي الحديث معه بداعي ارتباطها بموعد طبي. يتنقل في كل مرة رئيس جمعية أصدقاء زيرالدا إلى المركز السياحي للقاء صديقه صالح، يستذكران معا الظروف التي مر بها المشروع وإلى أي مدى وصلت إعادة إطلاق الأشغال. انت يا دوك واحد اللي عنده مشروع يجيبه من راسه والدنيا نهار اللي قصرنا ماهوش تيب هكذا برك وقيل راح للبنكة ودير هكذا وطولوا درهم ويبنيه كامل. يعني الإنسان مثقف لبس بيه كان معلومات تاعنا وقال كان في اسبانيا وتاع لي بوزار قرا في لي بوزار واموره كامل. الانسان مستثمر حق قصرنا ما نعرفوا احنا ماناش نعرفوا ديستينغو بين واحد بزنس وواحد يحب له هذه المهنه. اتصلنا بالسلطات قال لي جازوه بصح ما كانش المستوى باسكو المير اللي يكون في البلديه وما يقوش مع مشروع اللي فيه في البلد المدينه تاعو سي كيلي انكومبيتون. كان أمل الجمعية كبيرا في أن يمتص المشروع بعضا من الأيادي العاملة البطالة هنا بنواحي زيرالدا. أنا ليا المدينة تاعنا هذا واش رانا نبنوا ما في لازون داكتيفيتي. هضرنا باللي الخدامي لازم لنا لي جون زيرالدا، احنا ماناش نقول لك باللي لازم تعطيني ديريكتور فينونس ولا ميليد العاملة من جارديني وان بلومبي وامور هذوك انا جون سيكوريتي وكاع ما نجيبوش الكيران ويحطوا الناس هنا يخدموا. هذا كان كي تفاهمنا معه ولا لا ماجوريتي تقدر تسقسي المواطنين تاع زيرالدا. انا واحد منهم 95% كامل خدامين من زيرالدا تبدا من لاجون سيكوريتي حتى الاداره. كان ربما يقدر يقدم لهنا الشغل لمئات من الجزائريين اللي في المنطقه هذه شباب الى اخره. في النصف الأول من شهر جويليا يتنقل وزير الطاقة لتشييد محطة كهربائية قبالة الإقامة الرئاسية بزيرالدا. سيرافقه حتما مسؤولون من السلطات المحلية في هذه المحطة. سنحاول الاقتراب من الوالي المنتدب لزيرالدا ورئيس البلدية للوقوف على مدى اهتمامهما بالسياحة من خلال المشروع الأضخم في مقاطعتهما منذ تسعينيات القرن الماضي. هذا رئيس بلدية زيرالدا. والمركب السياحي زيرالدا هذا تاع راح يحلوه القصه تاعو. كيفاش القصه تاع المركب السياحي هذا اللي راه عاطل من التسعينات تاع جنان الثقافه الكومبلكس جنان الثقافه؟ نعم هي دوك هو عنده دي بروبليم ادمنستراتيف استدير مع عنده مع لي دومين ديالو الحج التحفظي تو بون لانستون حنا والله ما على بالنا واش كاين بون لانستون ديتايي باسكو حنا رانا بلديه جديده صافي ما طلعناش على هذا الملف وجامي جابوا لنا هذا الملف وعطيناه. بصح بالنسبه لكم خساره كومبلكس هذا في زيرو نورمال خساره باسكو راه ود كاع المساحه هذيك تاع وعنده بلاسك 8 هكتار تو الفالي يديروا حل. وهذا واليها المنتدى. كان دي كومبلكس توريستيك حابسين سيد الوالي، كان جنان ثقافه في زيرالدا حابس ما على بالناش خساره. اروح لي نحكي هاني جيت لك البارح هاني جيت لك وما انت هو عندك صباح ما حكمتكش هاني جيت لك البارح دخلت وعندك تعليق اعطينا غير كلمه في المشروع البارح دخلت تعليق شكون راكم دايرين في بالكم جنان الثقافه هذا كومبلكس شكون اسمها بركي جماعه السلام والله ماني عارف واش عم تحكي جنان الثقافه الكومبلكس تاع تيرابا هذاك ما على باليش به هذاك ما عرفش هذاك الملف ما فتحتوش اصلا بعد. بالنسبة لصالح لا شيء مؤسس مما قاله رئيس البلدية، كل الوثائق الإدارية لهذا المشروع موجودة وقانونية، بل هناك حتى من المنتخبين الآخرين في البلدية من يعتبر المشروع في وضعه الحالي خسارة لزيرالدا. كان ممكن يكون مصدر لجذب السياح
ما شيش من داخل الوطن أو خارج الوطن. مركب سياحي لجنة ثقافة نعتبره احنا كمنتخبين ممثلين شعب خسارة على كل حال، لأنه كان يكون مصدر للدخل الجبائي. احنا نتمنى إن شاء الله يعاود يحيى من جديد كما سنوات اللي بداهم. 120 مليار سنتيم قيمة مجمل القروض التي تحصل عليها صالح تيرا من 3 بنوك عمومية، وهي قيمة ثقيلة بمقاييس الصرف نهاية التسعينيات. حوالي 120 مليار سي بي آ أو البنك لاكنيب فولي فيلا لوتيل لابي ديال إلو سي بي آ والبنايات تاع زابارتمون لابي ديال. الرهان الأكبر بالنسبة له اليوم هو إعادة جدولة ديون المركب لدى البنوك العمومية. بعد خروجه من السجن قبلوا جميعا تسوية ديونه إلا بنك التنمية المحلية. كاين بنوك الحجز بعد ما دخلوني من العصابة دخلت للمؤسسة كي خرجت يا أخي استقبلوني يعني طريق يعني حسن نية باش يوصلوا لي معايا منهم السي بي آ حاتي لي بيناليتي دو تار لي زاجيو يعني ساعدوني وعطوني الموافقة باش ندير الاستقلال ونكمل في المشروع تاعي كما كان زمان. بعد هذا يدخل على الخط مسؤول سام جديد. شنو يدخل فيها؟ يدخل فيها السياحة وزير السياحة هذا بن مسعود ولا اسمه هذا، يبعث المحامي تاعو في الجلسة مع رئيس المحكمة تاع الشهادة بيبيعوه، حنا نديوه حنا نشريوه ومولاي نديتي. سنتأكد من حقيقة وكيفية تدخل وزير السياحة الحالي في ملف تيرا. الوزير يعاني حاليا من متاعب قضائية بسبب ملفات فساد بصفته واليا سابقا لتسمسيلد. سنحاول مقابلته. قرر الوزير عبد القادر بن مسعود تفويض إطاراته للحديث عن الملف، أمر مفهوم للغاية. الوكالة ما راحش تطبق حق الشفعة في هذا المزاد العلني، وهذا باستشارة الوزارة الوسيطة وزارة السياحة والصناعة التقليدية التي أعطت لنا الموافقة بعدم تنفيذ حق الشفعة في حق هذا المزاد العلني. الوكالة ولو يحب يتفضل عندنا مع لابي ديال نقدروا احنا نساهموا بمعرفتنا في تسيير مثل المشاكل، ان الوكالة تمد بعض الآراء لفتح المجال لكل الحلول القانونية اللي ممكن ان نتناولها في مثل هذه القضايا. المشروع هو مشروع تاع انسان خاص، شغل راهي عندها صفة الملكية، صفة الملكية ما يلغيها غير مولاه. منطقي للغاية، وقد يبدو للوهلة الأولى هذا الكلام متناسقا مع مدير السياحة بالوزارة. دور وزارة السياحة والصناعة التقليدية وكذلك دور مدراء السياحة على مستوى الولايات هو مرافقة هذه حامل المشاريع، فإذا كانت مشكل في مشروع ما فإحنا ندخل عن طريق المرافقة، ندخل عن يعني عند الهيئات أو عند المصالح المعنية، نأخذ على سبيل المثال إذا كان المشروع عنده مشكل في رخصة البناء إحنا نرافقه على مستوى المصالح يعني المعنية في إطار القانون، وإذا كان هناك عنده مشكل في التمويل يعني نرافقه على مؤسسات عند المؤسسات البنكية عن طريق الاتفاقيات المبرمة ما بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية وهذه مؤسسة يعني المصرفية في إطار القانون. لكن شاهدوا التناقض الصارخ الذي يسقط فيه الذراع الأيمن للوزير بن مسعود. هذا المشروع الآن قادر مشكل، ليست مشكل وزارة السياحة والصناعة التقليدية، لكن مشكل ما بين يعني نزاع قائم ما بين مؤسسة مصرفية أو بنكية وحامل المشروع. ظهر بوضوحنا الآن أن وزارة السياحة تملك سلطة إنقاذ المشاريع، لكنها سلطة تختار من تنقذه ومن تقتله. فوزارة السياحة صادقت العام الماضي بوجود مدير السياحة فيها على منح 10 هكتارات لأفراد نافذين من العصابة دون أن يستثمروا فيها مترا مربعا واحدا، ودون أن تستعيد شبرا حتى بعد دخولهم السجن. بيدي لابي ديال مع صحاب جريديت تاع لابي ديال هنا في زيارة يعني نبيعوا ما عطيتش حد يكون تخلص كنت في الحبس، حبستوني 50 قتلتوني
دفنتوني وانا حي، ديتوني رزقي سيزيتو حبيت تبيعوه مشروع تاع 100 مليار حبي يبيعوه ليكسبيرتيز ميزون تاعب وانا في العبس، حكموا عليا حضورين علنيين وانا في المؤسسه عام في العبس. كيف لبنك التنمية المحلية الذي يفترض أنه أكثر البنوك العمومية تأهيلاً لمعرفة القيمة السياحية لمثل هذه المشاريع، لكنه يشرع بالمقابل في بيع نصف المشروع في المزاد؟ ينوي البنك بيع هذه الشقق الفاخرة التي تطل على البحر. إننا في فترة سياسية بالغة الحساسية، محاسبة عسيرة تطال مسؤولي الهيئات المالية العمومية لوضع أموال الشعب على طبق خدمة للعصابة. سنرى خلفية بنك التنمية المحلية في قرار تحويل نصف المشروع على المزاد بدل إعادة جدولة ديون المركب. سيد هذه التيرا استفاد من قرض في إطار تمويل المشاريع نتاعه، البنك قدم له المعونة اللازمة، وفي إطار تحقيق المشروع وقعوا له مشاكل. كان عنده مشاكل مع السلطات المحلية، مشكل مع وزارة السياحة، بعدها دخل السجن، ما قدرش يوفي بالالتزامات نتاعو وحبس تسديد القرض توقف. إذن احنا باشرنا الإجراءات نتاعنا من أجل استرجاع القرض الممنوح. البنك مستعد إذن لتغيير موقفه من المشروع، لكن بشروط. بطبيعة الحال إذا كان هو قدر يسوي الوضعية نتاعو وقدر يلقى حل اللي يساعد البنك في استرداد الدين، احنا ما عندناش مشكل. يعني احنا في الامور هذه احنا نفضلوا التسويه الوديه على التسويه القضائيه. خلال انجازنا لهذا التحقيق علمنا اياما فقط بعد مقابله مدير المنازعات في بنك التنميه المحليه ان الطرفان قد توصلا الى تسويه بالتراضي. ترك صالح تيرا من أجل مشروع حياته معيشة رغدة بإسبانيا كي ينجز حلمه بالجزائر. 40 مليون سائح في العام يعيشوا في 40 مليون إسباني، عايش بغير بالسياحة والفلاحة. خممت لماذا احنا بلاد تاعنا بي استراتيجيك عنده مناطق خلابة، خممت علاش لماذا لا نقلت أندلسية إلى الجزائر، وجبت درت مشروع سياحي كان مستثمر انفستيسور لو بروميير انفستيسور دالجيري في السياحة في التسعينات أنا هو. كان منشأ الفكرة إسبانيا، وكان مصمم المشروع إسبانيا أيضا. هذا الأرشيتكت اسمه خوان كارلوس من العائلة الملكية تاع إسبانيا، جا معايا هنا شاف المنطقة عجبته، طلعنا لمدريد خذينا الفنانين تاعو ديزاينر وبدينا نديرو تصاميم ديال خطو اللي يسمى اوتيل طلاسو مع تيم الجزائر، وعباره على مستشفى العلاج روميزون فورم اوتيل طلاسو بالماء تاع البحر.
مزيان اكسيو. يا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام سي العراب. انا عمير غربيت. بلا شك الحمد لله. شوف جينا ليك جبنا لك واحد الامانه برك ان شاء الله ما تبقاش في خاطرنا. واحد الامانه اخويا. لا امانه صغيره برك يعني نقول لك صح. قال لك قالوا لنا تشتي المحاجب. المحاجب نشتيهم بصح. شد تشتي المحاجب من بعد. ها ما هنا فيهم هذا. هذو فيهم الحرور هذا. ما تقوليش انتوما اللي راح تلعبوا الماتش. حنا اللي راح نلعبوا الماتش غدوة ان شاء الله. عمارة الحاج الأخضر. أيوا. شركة الحاج الأخضر. أنا. لا هذا السي صالح هذا لونجان. بريزيدون. اللي متكلف بال 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 بال. هاو الأونترينور. الله يبارك. صح. هذا هو. الله يبارك. أنا. داكين عليك على الماتش تاع غدوة. صعيب. صعيب يا خوتي خسارة راكم. أيه. صعيب. بالمحاجب ولا غير صعيب. إي بصح حنا اللي جينا ليك. كيف واعرة. واعرة. وانتوما ليكيب تاعكم يلعبوا ولا ما يلعبوش؟ حنا ليكيب تاعنا تلعب شوي بصح أنت اللي تلعب بزاف. احنا لا جبنا لك الشكاره هذه باه تلعب انت الماتش خاطرك ما تكون تلعب وانت يا تحفز فيها والله ما كان والو هذيك راني عارف سي العراب قالوا لنا باللي صعيب ولا جيت لك انا قال لك راهو قبيح والله قال لك تهز روحك يصفر لك ما معي تحبس اه وي انا سريكت هكذا انا حبيت نردك هكس هذه اللي ولا كسر لي ملي بينالتي اللي بينالتي نقول لك حاجه الجوار تاعك يطيح في الصمت نسينا لي بينالتي ليش تم واش رايح يطيح صفر ربما يطيح ربما يطيح صح تاكلين عليك خويا خاطش حنا رانا عليك وحنا موش دير وحنا وانت هو كلش لازم الكاس هذه ندوها عليا ان شاء الله هذا المشروع كان جنان ثقافه كان تاع فن باش نديروه هنايا السياحه والثقافه او ميم طون هذا كي كان المشروع هذا كان تونس ما كانش الورزات في المغرب ما كانش تاع مصر مازال ما داروش هذاك المدينه الاعلام كانت هذا عند السي صالح كانت عنده فكره تاع هذا الشيء باش نديروا الافلام انا تورنيت العماره 2 3 4 مسلسل واحد اخر هنايا حتى الاخر هذه تورنيتها هنايا ميم كي كانوا المشاكل وكي كنا نتورنيو هنا كانوا يجوا يبعثوا لنا عباد يقولنا ما تورنوش ما عندكمش دروات تورنيو ورحنا عند بروكيور هنايا وقال لهم خليهم يتورنوا كي كانت التلفزيون الوطني ما كانش قنوات بريفي هذو ويصعبوا فينا ويجوا يدهوشوا هنا حسدوا الفنان باش يعيش وحسدوا الناس كل باه تتسقم يسمى بين ناس جايه تاكل فيهم ماكله ناس تسرق وتخطف وتنهب يعني بين تبعبع هذه الحكايه. بعدما وصل مشروع المركب السياحي الى نسبه تقدم في الاشغال تقدر بحوالي 80% بدات الاطماع تكبر وتتكاثر. فبعد السعيد بوتفليقة الذي كان يجول بمفرده مساء في المركب لمعاينة المشروع جاء الدور على أحمد أويحيى. لقد طلب أمين عام الأرند بصفته رئيسا للحكومة في خطوة مفاجئة إلغاء رخصة بناء المشروع. نحن ديمقراطية وفلوراليتي chacun se choisit. J'appartiens à un camp qui considère que Abdelaziz Bouteflika est le meilleur choix. Chef du gouvernement à l'époque, il a dit que le gouvernement est le meilleur choix. Il n'y a personne. Ahmed Ouihia a dit que le gouvernement est le meilleur choix. Et le gouvernement est le stratégie de Ouihia et من وراءه استضمت بقرار قضائي يعتبر في حد ذاته رخصة للبناء. لقد استعملوا مع صالح تراك كل أنواع الضغوط النفسية لحمله على منحهم امتيازات في مركب الأحلام خلال عهد بوتفليقة. لذا قرر صالح تيرا فتح قناة اتصال مع أويحيى لفهم أسباب عرقلة مشروعه. نلتقي جمال أحد أقارب صاحب المشروع وشاهد على الاتصالات التي جرت بين تيرا وأويحيى. الحاجة الأولى اللي قامت بها العائلة هو أنه اتصلت بال شهاب لان علاه اتصلنا بشهاب لانه صالح هو ديجا عضو في المجلس الوطني للاراندي وعن طريق شهاب صديق هو تكلم مع سيدو يحيى قال لهم الصدى اللي وصلنا ويحيى قال لهم باللي البروبليم هذا يل مو ديباس دو لوان فهمنا باللي المشكل ما يحبش في رئاسه الحكومه يتجاوز رئيس الحكومه لكن المساومات وصلت إلى غاية نصب الفخاخ الإدارية. رجيمي عبد الله الوالي دريدي قال لي أبدأ سي نشوف خلاني بديت ستان بياس بدأ نشوف
كي بديت شاف الموفمون ما شاء الله التلفزيون لا بريس لا راديو على المباشر 3 مينيست 4 مينيست 6 مينيست عندي لاغريمون 3 اغريمون عندي كاي شارج واني في الاستغلال عندي فت هاد المرحله اللي فاتوا جاش معي لابيسين وقف المشروع 18 موا حتى تجيب واش لاغريمون هو اللي بدا لاغريمون هو اللي وقفني. لم تتوقف معاناة صالح تيرا عند هذا الحد، بل كان على موعد مع آلة أكثر شراسة. لقد قدمت بعض الصحف هذا الرجل على أنه رأس المافيا في الجزائر، فانقلب عليه أصدقاؤه المقربون بداعي أن المشروع مشروع جماعي رغم اعترافهم بحيازته على عقد إداري. سيتنقل صالح هذا المساء إلى بيت إحدى النساء النافذات اللواتي استولين على فيلا فاخرة بمركبه، يقول إنها كانت قريبة جدا من دوائر نافذة، ليواجهها وجها لوجه أمام الكاميرا. سنشهد مقابلة نارية. إنها ليست بالداخل، لكن الكاميرا التي تضعها عند مدخل بيتها حتما رصدت وجودنا هنا. هادي 26 تاعت عيشها جبلي يزيد وجاو تلمو داوني البنت تاع ديال ابراهيم تلاقيت مع مقاول ديال المشات اللي عند الداع لاكوا بارك لوتيل مع السيبيا مع العداله مع الجندرمي انا في داع المشات. وعلاش واش مع من عندها علاقات؟ هي عندها علاقه مع شخصيات. شكون شخصيات؟ وداوني عند في البيوت بتاعها اتفقنا معه بسومه ومن بعد قال لي لا عاود خصنا نعطيه منا مواتي بخي ومن بعد قال لي دير منا 20 مليون دينار. قلت له البري دو فيا ما كاينش 20 مليون دينار. قال لي مخي حلت المشكله تاع لوزين تاع لابيسين يزيد كملت البروجي تاعك تاع باش تفيني الفيلا عليا كلش. ديت لهم لي دوكيمون ديزون دافيتاسيون كانوا 35 45 مليون دينار ولاو 20 مليون دينار. جاو خرجت لهم سكنوا داروا ديك تاعي بديت اللي عداو بصح هي هنا عايشة هنا اون فامي هي اختها ووليدها وجاتي ما تعدوا لا ما سالوا والو. لم يتوقف التحرش بصاحب المركب السياحي عند حد رئيس الحكومة أو سعيد بوتفليقة، بل نزل إلى مستويات أدنى في سلم السلطة. الوالد ديالي طلب لي المحال والمستحيل ما قدرتش مدلو شي مديت له شي اللي قدرت لو جوان جوي اوت يدي 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 مازال لاروس ما كانش يدي ولا ترميزير تاعو نساء ويسخمني في البيت تاعو يقول لي راه تخدم ويبعثني الناس وعدا فيلا ومدها لواحد العجوزة هي ليه اللي يخدم فيها. جا مول فيلا جا خدامة تاعو يخدمو فيها داها لي حجزها لي. يقول أحد المستشارين القانونيين الذين رافقوا صالح تيرا بأن الوالي المنتدب الأسبق لزيرالدا رجيمي عبد الله ساوم بصراحة صالح تيرا. أنا يا شخصيا وحتى صالح تيرا ما فهمش يعني الغرض تاعو طلب أن يستقبل تيرا صالح عن انفراد ما غير اون ابارتي غير هو وياه دونك استقبلو راح وحده هو الى نيغوسي معه دونك الى دوموندي دي شوز يعني خارج النطاق القانوني ولا الاداري ولا. بعد عدم الرضوخ رفع الوالي المنتدب الاسبق السقف عاليا حسب صاحب المشروع لادخاله في المتاعب التي ستحد لاحقا من حريته. الامور تعطلت جاو ناس بالك مسيو تيرا قالها جاو ناس يعني من كل مستويات مثلا بليو نيفو بليو نيفو من المستويات ما تعطيناش يا اخي مرتبه تاع وزير واحد رئيس حزب ولا اللي يجي يقول له انا بكل قلت له اللي يجي يقول له نقسم معك 50% ب 50% باش نخلي باش نجيب لك رخصه استقلال واحد ما يهضرك عندك كوارت ما عندكش عندك المواصفات ما عندكش تخدم واحد ما الشيف كابينيت تاع ولايه الجزائر
جامع ديمي لو دراك تاع الجزائر والولي والمير تاع زيراندا بن صالح عطاهم تعليمات ديبوزيو بيا بلانت ديت تحل تديت ملك الدوله بليت ديرو قصبينه تديت عملتيه خاصه ملتي الغابات البحر بيسباس ماريتيم داروا لي 15 قضيه ماشي باسمي ما عاد ما عطا علاقه بيا ديالي تاعك مخطط تبيني هشه وخلاو المخططات تاع خوان كارلوس اللي خدمهم وطبعهم و 2008 انطلقت بهم راهو جابوا لي وحده سوميسونات والفوتو كوبي تيراج بلو قال تاعك بالسيف ودخلوني الحبس. دامت محاولاتنا للاتصال بالولي المنتدب الاسبق اياما لكن دون جدوى. اصطدم صالح تيرا بكل وزراء السياحة الذين تعاقبوا على القطاع منذ 2000. أحد هؤلاء الوزير الأخضر ضرباني. جاء وزير وقفني هاك موقف سي ضرباني نوفمبر 2002 وقفني قال لي تابع القطاع نتاعي أما نعرفش المشروع نوقفك هاك موقف نحيه نعطيه السعوديين شديدو شاتب لي دارتو لي ميلي لاني نحيت المشروع نعطي السعوديين يديروني 10 ملي وقفولي. الوزير الأخضر ضرباني يقضي عامه 16 خارج السلطة لكننا نتمكن من الاتصال به ليعطينا رأيه في الموضوع. هذا شكل ترقية عقارية يبيع يبني ويبيع ما هوش في أغراض سياحية الإمكانية تاعه المالية ما تسمحش ليه باش يعني يدير قرية سياحية ما عندوش كما نقولوا الامكانيات كثيرة. هو الوقت هذاك هذا تيران صالح عنده علاقات مع المشيين عنده علاقات مع جيران القرب في كتكون كامل عليه وي وانا المشروع تاعو قضية في عقارية أكثر منها مشروع سياحي. صح دونك سي بور سا اللي حبيت تمدوا للسعوديين. لا ما تحطش السعوديين طلبت يستغل كي يتشارج. صح كيفاش تقطيع عقارية ديال يصير يعني سياحة يدير وي المشروع اللي حبيت بالنسبة لتيرا دفتر الشروط أنذاك لم ينص على ما كان يطلبه الوزير ضرباني يومها وقد تم تعديل قوانين السياحة قبل ذلك بكثير بل كانت أجزاء المركب مطابقة تماما لدفتر الشروط بما فيها بناء الشقق والفيلات من مشيغانا البارك زولوجيك حتى الشرشال بنحو داموس يتبع تيبازا والي تيبازا قدمت المشروع سو فورم ديستيس عجبو ما شاء الله قال لي جيبوا لي كمل لي لافون بروجي لو بلو تو بوسيبل. طلعت اسبانيا ثلاث شهور وحنخدمو في البيرو ديتيود. المفيد هو ما خداش الوقت عطى الامر سمعوا تالبي تيربي سمعوا كل واحد من الدراري تاعو وعطاوني الموافقة على المشروع. محمد جلاب أحد أهم الوجوه الأفلانية التي تتمتع حاليا بالحصانة لالتحاقها بالبرلمان في العهدة التشريعية الأخيرة قضى عقودا على رأس القرض الشعبي الجزائري. لقد استفاد فاسدون كثر من قروض منتفخة من هذه الهيئة المالية. بصمات جلاب هنا تظهر بوضوح في ملف تيرا. وزيت على الخزف كون بارتو الاول في بلاد العرب افريقيا 96 حبسولي مدير تاع سي بي جلاب وطلع وزير ماليه طلعته العصابه فاس كبير. لقد باع له اول مصنع للسيراميك في الجزائر بثمن بخس فما هي الاسباب؟ اعطيني اربع فيلات عطيني اربع فيلات ولا نحبس المشروع تاع بوسبعين ومشروع تاع زيادة لوتان. قلت له منين؟ اي كونسيسيون ما عنديش هذا عقد وعندك تاع ليبوتيتي باسمك انت واش تحب؟
لان عطيت مهله تاع اموا باسي سو ديلي حبسي سويفت حبسي لا بيس دو ريسونس حبسي لا ماتيا بيم بروميير تاع لوزين لوزين سوا 120 مليار باعوا البلوك خدمتو انا في التسعينات 50 مليار باعوه ب 12 مليار. نفذ جلاب تهديداته ببيع المصنع المرهون مباشرة بعد دخول صاحب المشروع إلى السجن عام 2013، وتقلد هو منصب وزير للمالية في حكومة سلال الثانية. قرر محمد جلاب وزير المالية سابقا منحنى تصريحا تلفزيونيا حول الموضوع، لكن في اليوم الموالي وفي توقيت الموعد أبلغنا عن تراجعه. لكنكم ستسمعون موقفه الآن في تسجيل صوتي كان قد أدلى به لنا هاتفيا. اسمح لي يا أخي، هذا عيب وعار، هذا الشيء كلام تطول الشيء هذا. أولا ما عندي حتى علاقة شخصية مع هذا السيد، ثانيا السيد هذا استفاد من قروض من البنك. نعم. استغل هذه القروض ودار مشاريع، وعلى ما أظن لأن مشاريع حتى القروض ما كلش رئيس كي عطاه له القروض هذه، ما كلش أنا رئيس القروض. هو يقول أنه تعرض للابتزاز من طرفك، دومونديت من نوفيلات وقلت باللي ما نقدرش ما نمولش مشروع الناس، اسمح لي على العبارة، شواكر دين فيها، أنا ما نمولكش. هو يتهم هذا الأمر، يتهم فيك بهذا الأمر. تبعني ما استقبلت الهضرة هذه، ما هضرت مع الهضرة هذه، ما استقبلت، وما عنديش في التربية تاعي تعمل السلام هذا. نعم نعم. ثانيا هذا مؤسسة، مش مؤسسة اللي تابعة، أنا ما عندي حتى دخل كشخص، هذه مؤسسات وكان لي بروسيدور في البنك وما عداش فلان ولا فلان. لما زبون من الدين تاعو لازم مكتب الإجراءات، مكتب الإجراءات هذه تعود على العدالة، لما العدالة تحكم على السجن بالبيع ولا في حاجة، لماذا يتهمك سيد الوزير؟ لماذا يتهمك إذا؟ لماذا يتهمك؟ علاش يتهمك؟ هذه يا أخي في اعتقادي هذا عيب، هذا عيب. أنا نطلب منه دراهم، هذه عيب عيب كبير، ولا نطلب منه حاجة، عيب كبير. أنا عندي سمعة وعندي شوف كذا يدخل في عقلك، أنا نطلب منه يعطيني دراهم ولا يعطيني ميزانية، هذا عيب. للأسف النظام الجزائري دائما يدخل المشاريع في دوامة البيروقراطية، ثم تبدأ يعني الرشوة والعراقيل والصراعات إلى آخره، وفي نهاية الأمر دائما الاقتصاد الجزائري هو اللي يدفع الثمن. بعد دخول تيرا السجن تلحقه العصابة إلى الداخل في قصة تليق بأفلام هوليوود، محاولة ابتزازه وهو منزوع الحرية. هدوني في الحبس 2016 مش عيبة، وسبقوك يا وليد تربلو 7 ملاير، جالي يا واحد اسمه ما بعتوه ما وافوك يا تائمة ولو جالي طلبني دفوة، جالي قال لي احنا اللي دخلناك الحبس، وحنا هما أصحاب القاهر الفوق، حب يقول أصحاب سعيد وجماعته، جيت ليك تخلص 7 ملاير تلقوك ما تخلص ترشع 20 سنة في الحبس. هذيك ليكو 2016 هضر معايا سيد هذا هنا في الكومبلكس الشغلي هنا تاعو، دخلنا هضرنا معاه، قال لي فوالا حنا اللي دخلناه، حنا اللي درنا له، حنا اللي كذا. ومن بعد تسمى لي واحد خاص جاني قبلها واحد دوموندا لي كاطوس، جا قال لي هذيك اللي بعثناها، ولا قال لي حنا مديموندينا واش كاطوس، قال لي هو حاب يزيد يدي معانا، بدا يحكي لي لي زيستوا ضوات اكواس اكس ايكا هكذا منا، كان عنده لي اونسانيمون الدوسي، ويهضر شويه يعطي لك لابريسيون تاع يهضر مع شغل بلي زورد، ماشي يهضر مع كيما كومينيكاسيون معاك، يقول لك هم قالوا لي هم بعثوني هم دالوا لي، هم قالوا لك واحد نديروا له هكذا يهضر معاك. فهمنا على اون سوم تاع اون سوم، قال لنا جيب لي 50% الاولين، وضمن هذاك اللي جابه لي هو اللي ضمن. نتصل بالشخص الذي جاء الى صالح تيرا وهو مسجون على اخر رقم كان بحوزه العائله. نتنقل الى غايه مكتبه لنحاول لقاءه كما التقاه الياس ابنه قبل سنوات. نعيد الاتصال به مجددا. حاولنا خلال 3 أيام كاملة تقفي أثر الرجل الذي قدم نفسه لإدارة سجن الشعيبة على أنه محامي تيرا،
بينما في الواقع ابتزه على طريقة الأفلام الأمريكية. لم نتمكن في النهاية من الحصول على روايته. وليدي ما تمش سلف العائلة كامل وش عندهم، باعوا كلش 2 مليار في البيرو تاعهم حتى محكمة تاع بيمونداس. الفساد اون فاس المحكمة. تركي مسعودي هو أحد وجوه عميد الأندية الجزائرية مولودية الجزائر، وهو أحد الشهود على مأساة هذا المركب الذي وضعه صالح تيرا خدمة لناديه المفضل. يستعيد هنا أجمل الذكريات. فكرني حاجات كبيرة، فكرني حاجات كبيرة، لأن اون 2004-2005 بنينا الفريق مثل الجزائر بعد الرحيل تاع سوناطراك، ولينا مولود النادي الهاوي هو اللي خدا 100% الفريق لاسوساسيون المولودية. من ذاك الجانب الأول جينا هنا عند صالح تيرا اللي هو مناصر وفي لمولود الجزائر، ومن سابق عاون مولود الجزائر، وفي الحاضر ما يعاون في مولود الجزائر. كنا نجو هنا باش نيغوسيو مع اللاعبين كيما بوعصيدة، كيما بن علي، كيما باجي، كيما صوفيان، كيما سيرتو عبدوني، باداش، اللاعبين كبار لي سينيور في 2005. جبدنا روحنا على الضغط، على الضغط على الجمهور، على الضغط تاع اللاعب، وسيرتو على السريه. كنا داير مكتب هنا سري اللي ينتدبوا فيه اللاعبين، وكانوا اللاعبين كيجوا هنا يعني يطمئنوا جدا، سيرتو مع وجود صالح تيرا يكون معنا ويعرف يتكلم معهم ونتكلموا معهم جميعا. وكان مسيرين حنادة كانوا معنا باش نتكلموا عليهم وباش نعطي لهم الثقه اللازمه ونعطي لهم المشروع تاع مولودية الجزائر. لا تزال أشغال الترميم متواصلة على قدم وساق هنا. اختيار المسبح من أجل إعادة المشروع إلى الواجهة هدفه تحويل مداخيل هذا الجزء من المركب لإتمام أشغال باقي أجزائه. لهذا يزور صالح تيرا اليوم مجدداً الوالي المنتدب لزيرالدا مرة أخرى ليعرف مدى تقدم طلب الاعتماد لإعادة تشغيل المسبح. بعد دقائق ها هو يعود. طلبت بنشوف الوالي، السيد الوالي قال لي غايب. مدام تلمسانيس قبلتني دخلت، لقيت الملف هذا ما شفيتش عليه، مي ابارمون اني رجعته للوالي، عطاه لي باسكو عطاه لها الوالي اللي تحول امي بروب قدامي في المكتب تاعو. نفرسيه ورجع الملف باش سهلوا له باش يحل لابيسين الى صديفات. صافي 7 موا ما جابونيش. واليوم واش قالوا لك؟ قد يوقيلا وقيلا خص الكونفورميتي. قلت لك الكونفورميتي جبتها بالعداله وراي عند المير الكونفورميتي عند نسخه الفيديه. قالت لي مالا جيب لي دوسي كومبي مع الحد. خلال احدى جولات صالح تيرا بين مرافق مركبه السياحي يروي قصه هذه الخزانه الكهربائيه التي شيدتها فرق سونالغاز دون ان يضع لديها اي طلب رسمي باسمه، مما يوحي بان كل السلطات والمسؤولين السامي استباحوا هذا المشروع كيفما شاءوا. عندنا اندات 800 مليون مع سونالغاز، كيف خلوني للحبس والمسدة والعقوبية؟ هنا عندي بلوك ادمنستراتيف بناو فيه ان بوست. شكون اللي بنا فيه؟ هادو تلموا 6 ولا 7 زدموا وجابوا ان بوست، راحوا خذوا الصفة تاعي، صفة خذوا الصفة تاعي ولا هما ملاك ولا هما شركه وقبل اللي راهم ان شاء الله ياخذوا سي دي جيرون. سي دي جيرون جيرون تاع المشروع. هما هما مسؤولين على جيستيون دي سيت داف بلاصتي داف الصفه تاعي وتصرفوا بي كيما حبوا هما. داو ان بوست بطريقه قانونيه، لان علاش لي برونشمون اللي عندي انا تاعي الكوريسبون برونشمون هذا حتى الماء الجهاز تريسي تليفون بعضهم كاع تحت الارض. شوف خير، شوف بسم الله هو كل سوتيان هذا ممنوع دي في بوزي، هذا ممنوع دي تريز الخيوط، هذا ما دام يدوز ولا يخلصوا على الناس باسكو انت البوست ولا هذوك كي جابوا هذا العصابه هذوما ولا يخلصوا على الناس 12 مليون يقولوا لهم بلاصيس والباسبور دخلوا دي مليار. والماء ما قطعت من الماء ما خلصوش الماء، قطعت من الماء تريسيتي. شوف سبونش شوف 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 سونيلا شوف شوف الخيوط شوف 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 الفوضى شوف سونيلا زامبيتي معهم تاع زيراندا. شوف 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 دونجي دونجي. كان إنشاء هذه الخزانة دون طلب رسمي من صاحب المشروع تشجيعا غير مباشر
من صنع الغاز لكثير من العائلات والأفراد للجوء داخل المركب وشغل شققه دون اتفاقات قانونية واضحة. هادو ما تعمل سيدي في دير تاع لي ريشيرشي ويخدموا في الممنوعات تعمل هنا هادو تعمل العصابة هادي سي لي دي بلو غون مافيا تاع الزير ريشيرشي فوالا سكي فا في وليك هاساك هنا ريشيرشي ريشيرشي ريبري دو جوستيس ريبري دو جوستيس هو خوه كيفاش حتى دخل هنا بالقوة وبنا هذه هو الوصول للوصول للسلطانة هو إلى ميناجي هذا الواحد كانت محلولة كاع فوالا إلى ميناجي هذا فوالا الوصول حنا خدمناه كومبارتو تاعي دونك سي أن ستوديو أن ستوديو أن صالون كويزين سانيتير عصابة تاع الممنوعات كاملة ما عندي هنايا وشكون تاني اللي جا الغوال جاوز خرب القوة ومساكين بالقوة. نحاول معرفة إقدام صنع الغاز على هذا الإجراء الرهيب فنتنقل إلى المركز التقني بزيرالدا. يرفضون الحديث عن الملف لكنهم يحملون المسؤولية للمديرية الجهوية ببلوغي. بعد حوالي ساعة عن لقاء صاحب المشروع مع مسؤولي المديرية نلتقي الرجل مرة أخرى. لقد جاء من أجل إيداع طلب تحويل تلك الخزانة الكهربائية. اول شيء حبيت ندير بلاصي لو بوست نحا ماشي بلاصو عندي بروجي مصيف دوزيام لازم عندي بروجي وي بروجي باش نمشي اوموا لا كوا باك لو بوست بلاصاوه سوما دوموند بلاصو بطريقه غير قانونيه ما عرفوش ندير الملف ما عرفوش ندير كونطرا ما عرفوش ندير شكون دار طالب ولماذا برونشاو 120 سكان ساكن بالقوه يدخل يعني بغير طريقه شرعيه ساكن فيه بلاصهم لي كونتور بلاصهم لي بوست ترونسفو بلاصهم الدياز وانا غايب. بعد كل هذا ورغم كثير من الوضعيات غير السوية يطلب شاغلو المركب السياحي تيرا بارك تسوية وضعياتهم التي طالما انتظروها. سي تا كومبلكس توريستيك فريمون عجبني بزاف يا خو حنا الخطره الاولى جينا اون فامي جبت مام صحابي دي زامي جبت ناس من الخارج شراو هنايا كنا نستناو مول المشروع صالح هذا داروا له مشاكل حبسوا كلش جاو غلقوا لا بيسين ما فهمناش ميم با دو كوايل ساجي ومن بعد سمعنا بلي داوها الحبس البروبليم سي كوا ما على باليش انا سمعنا بلي غير كيما خرج من الحبس ماذا بينا يسوونا الوضعيه لا سيتوياسيون الي سامبل الحقيقه لي بانك doivent régler la situation تاع السكان tout simple كل واحد la situation تاعو على كل حال mais on dirait que les banques ماهمش مهتمين بالامر هذا خلاص حنا رانا هنا صافي بلي دو 20 ans صافي 20 سنه وحنا هنايا donc logiquement tout doit être réglé à chacun son cas bien entendu مي سا دوغ اتر ريغلي. انا تمنيت لو كان السلطات هذه اللي راهي في الحبس هي اللي كانت سبتنا تعطلنا عطلونا برك هما هنا على بالي باللي ان شاء الله رايحه تنفتح عن جديد واللي راه جاي جديد ان شاء الله السلطات هذا المشروع ما لازمش تخليوه مقبره لانهم ديجا الفن في بلادنا عاطل ما كاين والو هنا نورمالمون راهم القنوات بريفيو كل هنايا الاستديو اكل راهم هنايا من اكل جزائريه نهار شروق الدنيا ورانا نديروا افلام كبيره ضخمه هنايا ونقول لهم يا ودي بركوا من الفساد بركوا من الفساد راكم فزتوها بزاف خلاص خلوا الفنان يجي هذا راه مشروع فني علاش واش كاين كونفورميتي تقولوا ما كانش كونفورميتي اي حاجه راكم تقولوا فيها صامته يعني علاش راكم ديروا هكذايا والله ماني فاهم علاش السلطه ضد حاجه مليحه. الامل بالنسبه لمشروع المركب السياحي لزيرالدا انه لا يزال يستقطب الزبائن بالموازاه مع التسويه الاداريه الجاريه. Il y a des clients qui m'ont recommandé de leur chercher des appartements au niveau de Zeralda, exactement la résidence terrain. Donc je suis venue pour consulter le commercial. Et il y a des prix qui sont à la portée de tout le monde. Ou à la balle avec le projet ? Eh bien oui, ça fait 3 ans que je viens ici, je cherche, je n'ai pas trouvé le propriétaire, mais une fois que le propriétaire est ici, le bureau est ouvert. Donc on a eu accès, on a parlé avec le commercial et tout, il nous a donné des informations et puisque... À propos des problèmes
Eh bien, il n'y a pas de problème. Apparemment, quand vous avez la banque, donc puisqu'on paye à la banque, donc il n'y a pas de problème, on ne va pas payer ici. أما صالح وبرغم مواصلته الكفاح لإعادة البريق لمشروع أحلامه، يتجه اليوم إلى حبس الحراش ليسجد أمامه لله سجدة شكر على العقاب الذي ناله من أدخله السجن.